السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ازاي اضيف الترجمة للملف الفيديو بتاعي على اليوتيوب؟ اول حاجة بعملها بدخل على studio.com، ودي مجرد ان انت تيجي هنا على الحساب بتاعك هتظهر لك studio.youtube، تختار الفيديو بتاعك وبعد كده هتقول له subtitles، بتبدأ تقول له add language، يطلع لك قائمة تبدأ تختار منها اللغة اللي انت عايز تضيفها، تمام. وبعد كده هقول له ايه سبتايتل. في اختيارين عشان تضيف حاجة. الحاجة الاول ابلود افايل، بترفع فايل يكون ملف تكست، تمام. او حاجة تانية ان انا اقول له كرييت نيو سبتايتل. انا اللي هعمل كرييت دلوقتي، وده من غير اي برامج خالص. كل اللي هيحصل ان هو شغال لي الفيديو، وهو مديني هنا تقسيمات كل واحدة فيهم بسمعها وابدأ اكتب. على سبيل المثال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يمكن كتابة نص تمام. بعد كده ادخل في الجملة اللي بعد كده. أبدأ برسم خط من هنا، تمام. وهتمشي معاه واحدة واحدة. بعد كده تيجي هنا مثلا بهذا الشكل، لاحظ ان احنا مش محتاجين لأي برامج خالص لأي شيء. أول ما تخلص الترجمة كلها تقول له بابلش، تبقى كده جاهزة. أي حد هيجي هيبقى قدامه لو دوس العلامة دي هيقول له عندك لغة عربي وإنجليزي وفرنساوي، ويقدر يختار منها اللغة اللي هو عايزها.